يا فلك الحسين ما ويح قتلنا الوصخ نريد مي ما ظلنا عمي وين نروح نهيج خامانيج لا كهرباء لا مي لا خدمات وينها ويطلع وصيح المي والكهرباء والاسلام كله موجود وينه خل يجي يشوف من البارحه واليوم صار لنا ثلاث ايام ايش وقت ماكو مي الله وكيلك حتى تانكات ماكو يعني اول وحده الدرجه الاولى هي المي يعني اربعه ايام هسه اليوم الرابع قلاص مي ماكو البوري هذا اللي قدامك تدفع صيابس القطاع الجواد ما بي مي حي الامير ما بي مي كافه احياء اليرم وكل احياء المتجاور كلها ما بيها مي احنا ازمتنا دائميه مو اليوم صار لها سنين احنا منطقتنا حوالي بينا 100 بيت حي الامير الثانية مي ما وصلنا نهائي بورينا عالي المنطقة كلها بها مي التجاوز بمي احنا ماكو يعني احنا نطلب من المسؤولين يسوون لنا حل والله يجزعنا بيوتنا يعني هي محطتين تشتغل محطة اثنين يشغلون الثانية يجينا مي يشغلون واحدة احنا ما وصلنا بورينا عالي مشكلتنا شنو؟ انت ويلة وينك؟ انت وناشدنا المسؤولين كلهم ما عندنا ما في الدور الله وكيلك بالماطور وبالليل عاد الليل ما يجينا بالماطور ما عندنا غير بس المحطة يعني الفيديو يوصل صوتنا ماكو غير ابو حمزه ما يسوون لنا حل اي والله هسه احنا مشغلين الماطور مي ماكو شباب نسحب البوام ما نحصل سنه اربع ايام زين يا ولد الله يشهد الشهاده اربع ايام ماكو مي البيوت راح نبيعها ونهج هذا شوف عند الماطور ترك